بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي أحد النباتات التي تعيش في فصل الشتاء. طبعا هذا النبات منتشر بكثرة جدا في الجزيرة العربية، وبالذات يعني مدينة الأحساء. ممكن تلقون هذه الفصيلة في فصل الشتاء، وعادة تكون الأوراق لونها أخضر، وتختلف من فصيلة إلى فصيلة على حسب الأمراض المتواجدة في الفصيلة. أيضا سبب تغير لونها إلى اللون الأصفر هو سبب وجود حصول التليف النسيجي وتحلل العينة في المادة الحافظة. ومثل ما تلاحظون عبارة عن أوراق وأوراق أخرى لونها أحمر، تشبه الأوردة ومنتشرة مثل الشرايين. وطبعا جذورها كبيرة جدا، تتحمل الظروف الصعبة والبرودة، وأيضا تتحمل نوع من أنواع الرياح القوية. وتم تشريح العينة ودراستها ومعرفة ودراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة داخلها، اكتشفت فطريات وطفيليات، واكتشفت أيضا أنواع من البكتيريا الخطيرة جدا التي تنتشر، واكتشفت أيضا أنواع من الديدان التي تعيش داخلها. وأنا أنصح الباحثين بدراسة أنواع النباتات وتكثيف الجهود ودراسة النباتات بشكل مفصل. نقرب الصورة، مثل ما تلاحظون هذا من النباتات التي تنتشر نسبة كبيرة جدا في الأحساء وجزيرة العرب بالتحديد. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم وعينة أخرى وتشريح جديد في هذه العينة. طبعا راح أعرض لكم التشريح بالتفصيل أكثر في فيديو آخر.